واكوم. نظرا لحجم النمو الكبير المتوقع الذي سيشهده سوق الترفيه ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط، المصنف خامسا على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، انتهجت الشركة سياسة جديدة تقوم على تعزيز حصتها السوقية في هذه المنطقة الحيوية والتعريف بمنتجاتها وتسليط الضوء عليها. وتعتزم واكوم استعراض مجموعتها الواسعة والمتكاملة من المنتجات الجديدة، وذلك بعد قيام الشركة مؤخرا بإطلاق منتجات سينتك كومبانيون العاملة بأنظمة التشغيل ويندوز 8 وأندرويد، والتي لاقت نجاحا كبيرا نظرا لدمجها ما بين مزايا لوحات الرسم الإلكتروني المزودة بأقلام رقمية وقوة الحاسوب اللوحي. كما كشفت الشركة النقابة عن قلم انتوس كرياتيف الرقمي الذي يعد أول قلم رقمي تطلقه واكوم، يتوافق تماما مع أجهزة آيباد ويتميز بحساسية شديدة للضغط. أطلقت واكوم إصدارين جديدين من أجهزتها الخاصة بالرسم الإلكتروني، ويدعم حاسوب سينتك كومبانيون نظام التشغيل ويندوز 8 وحزمة متكاملة من البرمجيات الإبداعية، ويحمل جميع مزايا منتجات واكوم من الحواسيب المحمولة. وفي المقابل يتميز حاسوب سينتك كومبانيون هايبرد بأنه يدعم الاتصال بالحواسيب الشخصية أو أجهزة الماكنتوش، ويوفر المزايا ذاتها التي توفرها أجهزة سينتك التقليدية، لكن عند استخدامه كحاسوب محمول دون الاتصال بالأجهزة السابقة فإنه يتحول إلى حاسوب لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، ويتمتع بطاقة كهربائية كافية لإجراء بعض الرسمات المحدودة وتشغيل عدد معين من التطبيقات الإبداعية. يعتبر انتوس كرياتيف ستايلس قلما رقميا مخصص للرسم والتلوين على أجهزة آيباد من القياس الصغير والنسخة آيباد 3 والأحدث منها، ويوفر هذا القلم الرقمي تجربة رسم هي الأفضل على أجهزة آيباد، حيث يتيح للمصمم في وكالات التصميم الإعلاني تنفيذ مفهوم رسم يتميز بالسرعة أثناء تنقله، أو يسمح لطالب الفن أن يرسم فكرته أمام الطالبة في صفه. إذن بهذا الشكل مشاهدينا انتهت حلقة هذا الأسبوع من تكنوميديا. ترقبونا إن شاء الله في الأسابيع المقبلة مع الكثير والمزيد من الأخبار الجديدة في هذا العالم الرحب والواسع. تقبلوا تحياتي نور الدين يوسف، تحيات الفريق العامل على هذه الحلقة. مع السلامة.